السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. عمي الحاج كريبان، لبس عليك، هاني مزيان، تحية ليك وتحية الخوي سامي مستمعين والمستمعات. عمي الحاج كريبان، بارك الله فيك يا مولاي، يا مرحبا بك. عنا خيران. عمي الحاج، جيتك اليوم غادي نناقش معك بعض المواضيع ونكون مختصر لأن الوقت مبقاش. نعم. بالنسبة للأخت نجات من طنجة، راني أنا عضو في الكلتانة، توسط لها في الدواء انتها، حضرت من 4 شهور دابا تهنيت عليها الحمد لله. الأخت كبيرة تزوجت، والهدية اللي كنت وعدتها بها راني صفتها لها بإذن الله الرحمن الرحيم. دابا بقاو لي بعض الأخوات اللي كان وجهوا طلب للمستمعين. دابا كنعرف الأصدقاء ديالي مكفوفين ومزوجين، أخوات عندهم العينين، ومعانا بعض الأخوات اللي هما مكفوفات ومزوجين بعض الإخوان. دابا هنا ما كانش تعادل، بغينا المساواة، بغينا بعض الأخوات اللي معانا راهم كيكبروا، بعض الرجال ذوي الهمم العالية والقلوب النظيفة يحنوا في هذه الأخوات ويتزوجوا بامرأة أخوات فضيلات وحافظين القرآن ومربيات، وغادي يبقوا بوحدهم. أنا جاتني صعيبة يبقوا، قلت يديروا واحد البديلة كما دا أخونا عبد العزيز جزاه الله خيرا، باش يكون شوية نتاع المساواة. هذا هو الطلب نتاعي. وباقي لي واحد الأخت نجات من مدينة سطات، مسكينة عندها السكر طونسيو مقطع لها الرجل. كنت عمي الحاج فات لي وطلبتك على واحد الكرسي كهربائي، عندها غير كرسي عادي لأنها مسكينة 5 سنوات ما خرجتش، وأنا بغيت نتوسط ونشري لها ذاك الكرسي ولكن ما قديتش عليها. عمي الحاج جاني غالي، غير الباترين تاعو دار 7000 درهم، هو كله كيدير تقريبا 30000 درهم كيدير. نعم. إلا كاين شي واحد وعنده، وكان عند الأب ديالو الأم ديالو توفات مشات إلى عند الرحمن، يتواصل معنا ونتفاهموا معاه. كاينين حنا بعض الإخوان والأخوات غادي نشوفوا كي نديروا، إلا كان شي ثمن رمزي نقدروا هذيك السيدة راه بقات فينا. عمي الحاج حشومة مسكينة ما كتخرجش، ولا بغات تمشي للحمام ولا بغات تمشي للبادية، راه كتعاني بزاف بزاف، وأنا بقات فيا. أنا كنت لقيت لها واحد الكرسي عند واحد السيد في الفيسبوك، ولكن سوي 3000 درهم ولكن ما تقتش فيه لأنه هو غير البطارية دايرة 7000 درهم. كنت غادي نتوسط أنا واحد الأخت هنا في وجدة وبعض الإخوان نقدروا نشريوه ولكن ما قدرناش. طبعا النداء ديالي عمي الحاج، لا كان شي واحد عنده ولا عنده شي فاميلا في الخارج، بغينا مسكينه نفرحوا هذا الاخت هذا وندخلوا الفرحه على قلوب الناس. انا بوحدي انا كمكفوف ما غاديش نقدر نشري لها كرسي ولو مستعمل 10000 ولا 12000 درهم ولا 15، قاس حاليا. وانا مستعد نساعدها كما غادي يساعدوا الناس، واحد 1000 ولا 2000 ما كانش مشكل، صح باش 10000 ولا 12000 درهم راه بزاف ليا عمي الحاج، والله ولي التوفيق. وهذا النيميرو ديالي غادي يكون عندك، وإلا كان شي واحد تواصل معايا ولاقيوه مع الأخت يشوفها صوتا وصورة، راه مسكينة كتعاني وما قادراش تهضر، ما تقدرش تهضر مسكينة، لأن مسكينة جا هذاك الشيء صعيب. دار هي عايشة غير أختها، أختها فيها السكر، باش أختها تبقى تخرج وتديها بداك الكرسي العادي ما تقدرش، وراك عارف الوقت شويه صعيبه. وإلا قلت لك انا كنعاود، الا كان شي واحد وعنده هذا الكرسي هذا وبغى يتواصل معنا احنا مستعدين، غادي نقدروا باش ما سخن الله غادي نتعاونوا معها. هذا ما نقدر نقول لك عمي الحاج، وخذ النمره ديالي وتواصل معايا باش هاد الاخت هذه نفرحوها، مسكينه على 5 سنوات وهي تعاني. وشكرا عمي الحاج ليك، بارك الله فيك مولاي، بارك الله فيك، الله يتقبل منك. واخا سي خالد انا خديت النمره ديالك، الله يشافي ويعافي وربي يداويك سبحانه وتعالى ويداوي الجميع، وهنيئا لك على هذا المجهود الكبير اللي كتقوم به مع هاد الإخوة اللي هم في وضعية صعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإن شاء الله النداء ديالك يوصل إلى أصحاب الخير، الناس اللي عندهم كرسي متحرك ماشي 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 كروسة عادية، الأخت وغيرها باغي كرسي عبارة عن موتور اللي هو يا كي عنده المحرك ديالو. طبعا انا قبل اسبق مشيت سولت فين كيتباع عند ثمن جديد غالي، شي انما كيدير شي 30000 درهم، لكن كاين المستعمل، وحنا كنطمعوا بان كاين بعض الناس اللي كان عندهم ومن بعد ما بقوش كيستعملوه، كان شي مره شي وحدين كان عندهم وربما ناس كبر في السن ومن بعد مشاو عند الله تعالى وبقى محطوط، كيتم الاصلاح ديالو كيعاود يستفد منه واحد اخر حي يرزق، والأمر لله من قبل ومن بعد.
على كل حال السي خالد كنشكرك على هذه المبادرات الحسنه، وكنتمنوا بان الصوت ديالك يوصل لاهل الخير، وان شاء الله الا كان شي كرسي متحرك وشي واحد بغى يساعدو نتواصلوا مع عبر الاذاعه ونتواصلوا مع السي خالد، هو التليفون عندنا ديالو وكاع الاخوان المكفوفين عندنا الارقام ديالهم كنتواصلوا معهم، خصوصا الاخ جواد اللي هو المسؤول على هذه المجموعه، وربي كبير سبحانه وتعالى. كنعاود ناكد بان هاد المكفوفين وكذلك الناس اللي ما عندهم اعاقات حركيه، راه كاين واحد الشاب من الخميسات السي محمد راه دار توا قناه خاصه للمعاقين حركيا من غير المكفوفين، المعاقين حركيا، وسميتها شجره النور للمعاقين، شجره نور للمعاقين، اللي بغى يدخل ليها غادي يلقى تما الناس اللي محتاجين اما العكاز، اما محتاجين الكروسه، اما محتاجين الدواء، محتاجين كذا، هذه مساعدات فيما بيننا، في انتظار تكون ان شاء الله تعالى واحد المبادره حكوميه قويه للخدمه الاجتماعيه لهؤلاء ابناء الوطن. الفكره اللي ضافها السي خالد من وجده تكلم على مساله المساواه، هذه الكلمه ديال المساواه كنسمعوها بزاف، المساواه في الارث، المساواه في الشهاده، المساواه في التوظيف. فالسي خالد جاب لنا واحد الفكره جديده، يعني كيف ان هؤلاء الشابات اللي هما مكفوفات وشكون غيتزوج معهم؟ غيتزوج معهم الشباب مكفوفين، ومكفوف مع مكفوف غادي يكونوا مشقه صعبه باش يقدروا يتابعوا الحياه، يعني خاصه شي واحد رفيق الحياه انيس وحشتها يكون مبصر. فالفكره اللي قالها السي خالد فكره جميله ديال المساواه، عند الانسان كما ان هناك شابات مبصرات كيتزوجوا مع شباب مكفوفين، لما لا يكون شاب مبصر يتزوج مع شابة مكفوفة. أنا عشت تجربة مع واحد مجموعة ديال الناس، من بينهم الأخت أمينة من سالة، كنذكر جاتنا الإذاعة في الأول، يلا السيد تعرف عليها وبغي يخطبها، وتبارك الله شاب وسيم وأنيق وصحيح وعنده الشوف 10/10، وبغي يتزوج مع هاد الشابة اللي هي مكفوفة. سولته بينو بينو، قلت لي اشنو الدافع اللي خلاك غتزوج مع هاد الشابه وهي مكفوفه؟ قال لي ما عرفتش، قلبي ارتاح ليها، قلبي ارتاح ليها. وفعلا اخت امينه كانت شابه مكفوفه، وكانت لبقه في الكلام ديالها وحلوه في الكلام ديالها وانيقه وفيها الايمان، فيها الايمان، كتهضر غير بالدين بالايات القرانيه والاحاديث النبويه، فشده اليها هذا الجانب الديني وهذا الورع. ودابا راه عايشين الحمد لله سعداء، هذه تقريبا 5 سنوات تقريبا عايشين في هناء وسعاده وطمأنينه، والحياه طبعا فيها بعض المشاكل ولكن عادي جدا، حتى واحد ما هو مرتاح 100%، وكانت تجربه مفيده. فكان ندخل ربما الاخوات الفاضلات ماذا علم ان يفعلنا اللي هما مكفوفات وبغوا رجل يكون مبصر؟ غنطلبوا الطلب من عند من عند صاحب الامر، دائما الطلب كنطلبوه من عند صاحب الامر، من عند مالك الملك، من عند رب العالمين، اللي هو الصانع، واللي هو صاحب الامر، واللي هو مالك الملك، واللي هو المدبر. ما نطلبوش من عند البشر، البشر ما عنده ما غادي يعطيك، البشر راك بحالك بحاله، اللي سولتيه يقول لك انا دارني كذا وخاصني كذا وبغيت كذا، حتى واحد تزين ما خطاته الاولى، حتى زين. وانا كنقول هذا الكلام عن صدق ونيه وعن معرفه، ياما كنخالط الناس من جميع الطبقات، كنكون مع الطبقه الفقيره اللي في الهشاشه، ومره كنكون مع واحد الطبقه اخرى عاوتاني فين كاينه، يعني في القمه مع دوك الناس الفوقانيين، وكنتفاجئ بانه لا فرق بين هؤلاء اللي هما ظروفهم صعبه فقراء وبين دوك اللي هما في القمه. البشر كيبقى كله بشر، كل واحد عنده نصيبه من السعاده ونصيبه من المتاعب. داك اللي في الاسفل كتلقى عنده الفقر ولكن عنده الهنا، عنده السعاده، عنده الطمانينه. داك اللي الفوق عنده المال وعنده السلطه وعنده الجاه، مسكين ما عندوش الراحه ومحسود ومتبوع وخيف وعنده رعب داخلي. سبحان الله العظيم، شكون اللي هو يا مرتاح؟ اللي مرتاح ماشي الفوق ولا لتحت، اللي مرتاح هو اللي متمسك بحبل الله المتين، اللي قلنا في الآية الكريمة ذكرنا في أول حلقة سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال تعالى أسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا هو اللي سعيد، اللي عنده هذه الصفة، يكون الفوق يكون التحت، يكون عنده المال عنده الجاه عنده السلطة ما عندوش، ماشي مهم، كل ذلك متاع الدنيا قليل. لكن اللي هو مرتاح وسعيد ومطمئن وكيشعر
بالراحه وكيقبل يدو ظهرا وكف كل صباح ومساء. شكون هو؟ هو اللي عنده هاد الصفه وسجود واقترب، اللي هو مرتبط بربه، اللي هو لا يطمع في الخلق الا في خالقه، اللي هو لسانه رطبا بذكره، اللي قلبه دائما معلق بتفكره، اللي عقله دائما مرتبط بتدبره، هذا هو الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاسال الله الكريم اخي سي خالد ان يوفقك في هذا العمل الصالح، واسال الله سبحانه وتعالى الاحباب الكرام اللي هما عندهم رغبة في المساعدة، اللي عنده شي كرسي متحرك وبغى يتقدم به لهؤلاء الناس، غنكونوا سعداء جدا 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 باش إن شاء الله تعالى يوصل الماليه ويفرحوا به. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.